يا باشمهندس ناخد مشاهدينا كمان لتذكره بسيطه لتقرير فعلا كانت قامت بيه قناه مصر الزراعيه عن مراكز تجميع الالبان. احنا مهتمين بالموضوع ده من زمان جدا ولسه كمان مكملين في الاهتمام بيه لانه فعلا قطاع يستحق الاهتمام. خلينا نشوف التقرير ونرجع تاني. المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، والذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعمه وتطويره بهدف الإسراع في إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع. استفدنا من المشروع ده استفادة كويسة جدا، فتحنا أسواق أكتر بأننا بقينا بنتعامل مع الشركات المالتي ناشونال، جددنا أسطول نقل سيارات على أحدث صيحة وأحدث مستوى نقل الألبان. الأجهزة بتاعتنا كلها بدل ما كنا شغالين في تنكات نقل الألبان القديمة، لا اشتغلنا جبنا أجهزة الشدارات وأجهزة البسترة والتبريد على أحدث مستوى. وتضمنت الخطة العمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان في المناطق التي تشهد كثافة عددية لماشية اللبن، ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري. الفائده اللي عايت عليا ان قدرت من خلال المنظومه اللي انا عملتها على احد مستوى قدرت ان انا احصل على اسعار واتجاهات وافاق جديده في شغلي. المزارعين من بعد التطوير اللي حصل ده انا يعني مش عايز اقول لحضراتكم بينهالوا على ان هم يجوا على المركز يدونا اللبن بتاعهم. كما يهدف البروتوكول في المقام الاول تمكين صغار المربين ومنتجي الالبان والمزارعين من توفير لبن عالي الجوده خال من الملوثات والشوائب. النهارده الفلاح الصغير او صغار المربين يقدروا النهارده يغطوا تكاليفهم سواء عن طريق الاعلاف او الادويه البيطريه او الامصال، ده شجعه اكتر انه زود عدد الرؤوس والقطيع بتاعه بشكل منتظم. ومن اجل نجاح هذا المشروع وضعت وزاره الزراعه خطه تمثلت ابرز عناصرها في رفع كفاءه مراكز تجميع الالبان ونقلها من الصوره العشوائيه الى العمل النظامي، والذي يضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع. تكلفة التحديث والتطوير كانت تكلفة مرهقة جدا وصعبة على أي حد أنه يقدر ينفذها بدون مبادرة السيد الرئيس وبمساعدة البنوك اللي ساعدتنا وزارة الزراعة. وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة للألبان أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل. باقي المراكز التي لم تطور إلى الآن أنا بنصحهم نصيحة شخص طور وشاف طوال التطوير إنهم يطوروا مراكزهم ويعملوا إسراع بده. موقف كويس جدا، معدات حديثة، شغل حديث هيريحنا وهيوفر عليك وهيوفر عليك. إحنا النهارده كلنا هنحافظ على كوب لبن آمن لأولادنا. كل هذا يظهر لنا مدى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لرفعة هذا الوطن وتوفير احتياجات الجماهير، فمن لا يملك قوته لا يملك حريته.